المحددة بثلاثة أسابيع بين أحزاب داعمة لشخصية وطنية رمزية وأحزاب داعمة لشخصية قادرة على العمل دون كلل وملل. حسب قولها انتهت هذه الجلسة دون نتيجة، والحوار الوطني متعثر وبوادر الفشل واضحة حسب عدد من الأحزاب خاصة الجبهة الشعبية. وحركة النهضة وفق الناطق الرسمي باسم الجبهة حمل همامي تتحمل مسؤولية ذلك. اطراف اخرين باش نكونوا معناها واضحين، ولكن نحن توا في ظرفيه اللي تقتضي وان الرئيس منها رئيس المكتب تكون ضامنة من الضمانات لمواصلة وإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي وإيصال البلاد إلى الانتخابات بناء على الدستور الذي يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وبناء على المواعيد التي سيتم الاتفاق عليها في المجلس. توافق حقيقي على شخصية